حودي الطفل الذي لم يبلغ 11 من عمره عايش مجزرة الكيماوي بكل فصولها، وبقيت تفاصيل تلك المأساة عالقة في ذهني حتى هذه اللحظة. هو اليوم يشارك زملائه الأطفال احتفالهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، علّه ينسى المشاهد المؤلمة التي عايشها بأم عينه. ما بنسى منظر رفقاتي اللي استشهدوا، كانوا معي بالصف، ورفقاتي اللي بالحارة وجيراننا، كانت مناظر بشعة كتير. لهلأ حافرة بقلبي شيء اسمه كيماوي. لهلأ أنا بتذكر كل يوم شوف بمنامي كيماوي، كل يوم شوف بمنامي موت. هاي اللحظة أفظع لحظة وما بحسن أنساها. بعنوان عريض هو المنسيون، أقام الناشطون حفلهم محاولين من خلاله إيصال رسائل للعالم، بما في ذلك المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، عبر لافتات تحمل شعار تلك المنظمات مقلوبة رأسا على عقب، ليقول للعالم إن قراراتكم الدولية تكيل بمكيالين ولا تراعي حرمة من قتلوا بدم بارد على مرأى ومسمع الجميع. أيضا من هذه الأهداف هو التخفيف عن أخوتنا الأطفال عن ما أصابهم وعن فقدانهم لأهليهم، وتعويضهم بعض الشيء بإفراحهم ببعض الهدايا من أجل أن يفرحوا، من أجل أن يثابروا حياتهم بشكل طبيعي. نشاطات غنائية وترفيهية متنوعة تضمنتها الحفلة، حاولت طي صفحة المشاهد المؤلمة في ذاكرة كل طفل منهم، كما تخللها فقرات ثقافية حضت الأطفال على الدراسة والجد في العمل ليكون لهم نصيبهم بغد أفضل. يحاول بعض الناشطين أن ينظموا هذه الحفلات ليخففوا عن الأطفال ويشعرهم بأن هناك من يهتم بهم ويراعي وضعهم في هذه الظروف الصعبة. محمد عبد الرحمن، أورينت نيوز، ريفو دمشق.